هل تعتبر زوجة خالي من المحارم أم من الأجانب؟ وهل يجوز لي أن أسافر معها؟ زوجة خالك ليست من المحارم بل هي من الأجانب، وأنا أعطي هنا قاعدة وهي أن زوجة القريب ليست بمحرم، كل قريب فزوجته ليست بمحرم إلا الأب وإن على والابن وإن نزل، فإن زوجة الأب وإن على محرم لك لقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، وزوجة ابنك وإن نزل محرم لك أيضا لقوله تعالى في جملة المحرمات وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وما عدا الأصول والفروع من الأقارب فإن زوجاتهم لسنا محارم لأقاربهم، اللهم إلا أن يكون هناك سبب آخر كرضاء، وهذا شيء لا يتعلق بالمصاهرة. نعم. عن قوله تعالى في كتابه العزيز ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، ما هي الأمور الواجبة اتخاذها في العدل بين الزوجات؟ وهل هناك أمور يجوز فيها تجاوز العدل بينهن برضاهن؟ الواجب على الزوج إذا كان له زوجات متعددات أن يقسم بينهن بالسوي، فلا يفضل صغيرة على كبيرة ولا جميلة على غير جميلة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه من كان له امرأتان فمال إلى أحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، والعدل واجب في كل ما يستطيع، لكن هناك أشياء لا يستطيع، وهي مسألة المودة، فإن المودة لا يستطيع الإنسان بل هي في القلب، إنما يستطيع الإنسان أن يقسم بين الزوجات ويعدل في الأمر الظاهر كالنفي والنفقة وما أشبه. قل مات رجل وله أولاد وبنات وترك أرض، وعندما قسموا الأرض سمح البنات أو سمحنا البنات إلى لأخيهن الأكبر واليهن ولهن أخوان غيره، فما الحكم في هذا؟ وشكرا لكم. الحكم في هذا أنه لا بأس، نعم، لأنه لا يجب على الأخ أن يعدل في العطية بين إخوته، وإنما الواجب العدل في العطية إذا كانت من الوالد لولده، وأما من الأخ لأخيه فلا حرج، يجوز أن تعطي أحد إخوانها وتحرم الآخر، وأن تعطي أحدهم أكثر من الآخر لعدم وجوب المساواة. لا. تقول لي أرحام أصلهم ويقطعونني، وبعد ذلك انقطعت عن مواصلتي إلا عن طريق الهاتف فقط، وبالنسبة بيني وبين نفسي هل علي ذنب إذا وصلت المقاطعة؟ نعم، عليها ذنب، الواجب صلة الرحم سواء وصلوا أم لم يصلوا، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافئ وهو الذي لا يصل رحمه إلا إذا وصل، قال عليه الصلاة والسلام إنما الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها، فالواجب صلة الرحم سواء وصلوا أم لم يصل. نعم. أيضا يقول الأخوات من الرضاعة هل هي تمثل أو مثل تمثل كل أبناء الأم المرضعة قبل وبعد الرضاعة، أم هي مقتصرة على الذي بعد الرضاعة فقط؟ إذا ترعى الطفل من امرأة 5 رضعات فأكثر قبل الفطام صار ولدا لها وولدا لزوجها الذي منه هذا اللبن، لا. فإذا كان كذلك فإن جميع أولاد هذه المرأة التي أرضعت إخوة له، الذين قبل والذين بعد، حتى والذين من زوج آخر لو مات زوجها ثم تزوجت بعده فإنهم يكونون إخوة له، لا. كذلك أيضا هذا المرتبع يكون أخا لأولاد زوج المرضعة ولو كانوا من غيرها، لأولاد زوج المرضعة ولو كانوا من غيرها، لأنه صار ابنا للمرضعة وابنا لصاحب اللبن، فجميع أولاد المرضعة إخوة له وجميع أولاد صاحب اللبن إخوة له أيضا. من هم المحارم وغير المحارم؟ المحارم من الرجال كل من لا يحل الزواج به على وجه مؤبد، والذين لا 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 يحل الزواج بهم على وجه مؤبد مذكورون في قوله تعالى حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت، فهؤلاء لا يحل التزوج بهن، وكذلك نظيرهن من الرضاع لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يحرم من الرضاع ما يحمسه، فالاب من الرضاع محرم لبنته من الرضاع، وهكذا يقال فيما بقي من السبع في النسب، وكذلك من المحرمات على الأبد ما ذكره الله تعالى في قوله ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم نساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، فابن الزوج محرم لزوجة أبيه وإن علا، وكذلك أيضا قال وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، فأبو الزوج محرم لزوجة ابنه وإن نزل، وقال تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، فزوج الأم محرم لبناتها من غيره بشرط أن يكون قد دخل بها أي قد جمع، وقال الله تبارك وتعالى وأمهات نسائكم، فزوج البنت محرم لأمهاتها وجداتها وأن علونا، فهؤلاء 7 في النسب و7 في الرضاع و4 في السحر، فهن 18 امرأة، وأما ما يحل التزوج بها
فإنها ليست بمحرم. بارك الله فيكم. أعمامي يؤذونني بالكلام عند الناس، ماذا أفعل معهم؟ هل أقطع صلتهم؟ لا تقطع صلتهم، بل صلهم، وكلما كانت الصلة مع قطيعة الجانب الآخر فإنها أفضل. فقم بالواجب من صلتهم وكل أمر قطيعتهم إلى الله عز وجل، وأنت مأثور إذا آذوك وتكلموا بك عند الناس، لا تزداد بهذا إلا أجرا وثوابا، وسوف تأخذ يوم القيامة من حسناتك إذا لم تحللهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل ذات يوم أصحابه قال ما تعدون المفلس فيكم؟ قالوا من ليس عنده درهم ولا دينار. قال المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال، فيأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن بقي من حسناته شيء وإلا أخذ من سيئاته فطرح عليه ثم طرحت النار. فليحذر المؤمن من ظلم إخوانه لا بالقول ولا بالفعل، فإنه سوف ينتصر لهم إما في الدنيا وإما في الآخرة. نعم. زوجة تحلف أيمانا كاذبة وتسب أم الزوج وإخوانه، ما نصيحتكم لهذه الزوجة؟ نصيحتي لهذه الزوجة أن تكون حسنة الآداب مع أم زوجها، لأن ذلك مما يزيد زوجها رضا عنها، ومما يزيد الزوج إحسان في عشرته، وهي مأجورة على ذلك. وإذا ساءت العشرة بين الزوجة وأم الزوج أو أبي الزوج أو أقارب الزوج، فالغالب أنها تسوء العشرة بين المرأة وزوجها أيضا، فتكون حياتهما نكدا، وربما يحدث بين الزوجين أولاد فيسوءهم أن يروا أمهم وأباهم على هذه الحال. فنصيحتي للزوجة أن تصبر وتحتسب وتحسن إلى أم زوجها وأبيه ومن يعز عليه من الأقارب، كما أني أنصح أيضا بعض الأزواج الذين يريدون من زوجاتهم أن يكون خدما لأمهاتهم، وهذا غلط محض. الزوجة ليست خادمة لأم الزوج ولا لأبي الزوج، وخدمتها لأم الزوج وأبي الزوج معروف منها وإحسان، ليس مفروضا عليها. أما خدمتها لزوجها فهذا يرجع إلى العرف، فما جرى العرف بأنها تخدم زوجها فيه وجب عليها خدمته فيه، وما لم يجد به العرف لم يجب عليها. ولا يجوز للزوج أن يلزم زوجته بخدمة أمها وأبيه، أو أن يغضب عليها إذا لم تقم بذلك، وعليها أن يتقي الله ولا يستعمل قوته ضد ضعفه، فإن الله تعالى فوقه وهو العلي الكبير عز وجل. قال الله تعالى فإن أطعنكم فلا تبغوا علينا سبيلا إن الله كان عليا. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخ. يقول حصل خلاف بيني وبين أقرباء لي وكنت أنا المخطئ، فقاطعوني لمدة سنتين وبعدها حصلت مسامحة، إلا أنني لاحظت بأنهم لا يقومون بزيارتي في بيتي ولا زال في نفوسهم بعض الشيء، فبماذا تنصحونني علما بأنني نادم على ما حصل مني؟ وجهوني فضيلتك. الذي ننصحك أن تحاول إزالة ما في قلوبهم من الشره عليك، وذلك بكثرة زياراتهم أو دعواتهم إلى البيت وإكرامهم في البيت أو الهدايا التي تذهب بها السخيمة أو غير ذلك من أسباب المودة وإزالة، وهذا أمر يسير على من يسره الله عليه، ولكن لا تنبش ما مضى. نعم. ولا تبحث فيه، واجعل نفسك من أبناء اليوم، لأن البحث فيما مضى يؤدي إلى النزاع وإعادة التشويش كما هو مجرب مشاهد. لكن إذا تنسي ما مضى وابتدأ الإنسان حياته من جديد بالنسبة لمعاملة هؤلاء فإنه يزول بالكلية إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم. هل صلة الرحم تشمل أبناء الخالات الرجال أم النساء فقط؟ لأنني منقبة لا أجالس الرجال إلا محارمي، ماذا أفعل تجاه من مات وكنت لا أصله؟ هل تكفي التوبة والاستغفار والتصدق عنه وأداء العمرة له؟ وجزاكم الله خيرا. الرحم التي تجب صلتها هي القرابة من قبل الأم أو من قبل الأب، فالأعمام والأخوال كلهم يجب على الإنسان أن يصلهم، ولكن إذا كانت الأنثى ليست محرما لهم فلا يحل لها أن تذهب تسلم عليهم من مصافحة وكشف الوجه، لأن ذلك حرام عليها مع غير محارمها، لكن تسأل أهل البيت من النساء كيف أنتم، كيف الرجال، كيف النساء، كيف الأولاد وما أشبه. وأما من مات وهي لم تصلهم فإنها تتوب إلى الله عز وجل من القطيعة التي حصلت منها وتستغفر لهؤلاء الذين ماتوا، فإنها ألم من صلتهم بلا شك. نعم. هل يعتبر أعمام وأخوال الأب أو الأم من المحارم لي؟ وهل يجوز كشف الوجه أمامهم والسلام عليهم ومصافحتهم؟ نعم. أعمام الأب أو الأم أعمام لذريتهم وكذلك الأخوات، فمثلا إذا كان هذا الرجل عما لهذه الأم صار عما لبناتها، أو عما لهذا الأب صار عما لأبنائه،
وبناتك، فكل من كان عما لأبيك أو لأجدادك فهو عم لك، وكل من كان خالا لأبيك أو أجدادك فهو خال لك. نعم. يقول: هناك مسألة دائما تشغل فكري ولم أنساها منذ سنين عديدة، وهي حضرت أمام القاضي لأدلي بشهادتي لإثبات وراثة، وكانت شهادتي سليمة 100%، ولكن عندما قال لي القاضي سؤال فلان صاحب القضية قريب لك، قلت بالنص لا جاري، أي جار لي، والحق أنه جار لي ولكنه في نفس الوقت أب لزوجتي. السؤال: أيعتبر أب الزوجة قريب للزوج أم لا، مع العلم بأنني قلت لا جاري، وكانت في نيتي ألا تتأجل القضية وأصحابها في انتظارها وقد يزعل مني، وهذا إذا صرحت أن صاحب القضية أب لزوجتي، أفيدونا عن هذا الأمر بارك الله فيكم. قولك للقاضي حين سألك أهو قريب لك؟ لا، يعني ليس بقريب لك، قول صحيح وليس فيه كذب، فإن أب الزوجة ليس قريبا لزوجها ولكنه صهره أبو زوجته، وقولك إنه جارك هذا صحيح وعليه، فلا تشغل هذه المسألة بالك لأنها حق وصدق. بارك الله فيكم. يقول السائل: من هم الأرحام الذين يجب علي أن أقوم بصلتهم ويحرم علي أن أقطعهم؟ الأرحام الذين تجب صلتهم هم الأقارب من جهة الأب أو من جهة الأم، وهم الذين يجتمع الإنسان فيهم بالجد الرابع، وكل من كان أقرب كانت صلته أوجب، فصلة الأخ أوجب من صلة العم، إلا أن يكون هناك سبب يقتضي أن يوصل العم بأكثر من صلة الأخ، كما لو كان العم أشد فقرا مثلا، أو كان مريضا يحتاج إلى التردد عليه لعيادة أو نحو ذلك. والذي ينبغي لواصل الرحم أن ينتبه لأمر مهم، وهو أن يقصد بصلة رحمه التقرب إلى الله تعالى وثوابه الذي جعله عز وجل لمن وصل الرحم، فإن الله تعالى تكفل لمن وصل رحمه أن يصله الله، وحذر من قطعها لأن من قطع رحمه قطعه الله. فإن قال قائل: إذا كان الأرحام هم الذين قطعوني، فالجواب أن تصلهم وإن قطعوك، لأن حقيقة الواصل هو الذي يصل رحمه إذا قطعوها، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ليس الواصل بالمكافئ، وإنما الواصل من إذا قطعت رحمه أو إذا قطعت رحمه وصلها. وصدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعلى هذا فصل رحمك وإن قطعوك، حتى وإن وجدت منهم تكرها لمجيئك فلا تهتم بهذا، زرهم ولا تثقل عليهم حتى تكون من الواصلين ويكونوا هم من القاطعين. نعم. تقول بأني أريد أقوم بزيارة لوالدي وإخواني وأخواتي كل عام في اليمن برضا من زوجي إذا وجد المحرم وتسهلت الظروف، فهل أعتبر مبذرة لأموال زوجي بسبب هذه الزيارات كل عام، علما بأنني لا أكلفه إلا في حدود طاقته، وأنا لا أستطيع أن أقطع الصلة عن والدتي وأهلي أكثر من عام، فهل علي حرج في هذا السفر؟ ليس عليك حرج في هذا السفر، لأن هذا السفر سفر طاعة يقصد به بر الوالدين، وزوجك جزاه الله خيرا على مساعدته إياك، وهو مثاب ومأجور، ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يخلف عليه ما أنفقه على هذا السفر، ولا شك أن من أعان على خير فله مثل أجر فاعله. نعم. هل يجوز للرجل أن يزور الشخص الذي هجر وقطع رحمه؟ نعم، يزوره وينصحه ويرقبه في صلة الرحم ويحذره من قطيعتها لعل الله يهديه على يده. وبهذه المناسبة أود أن ننبه إلى أمر مهم، وهو هجر أهل المعاصي. هجر أهل المعاصي جائز إذا كان فيه مصلحة، بحيث يدع العاصي المعصية حين رأى الناس قد هجروه، وأما إذا لم يكن فيه معصية وأما إذا لم يكن فيه مصلحة بل ربما يزيد شر العاصي، فإنه لا يجوز الهجر فوق 3 أيام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل للمؤمن أن يهجر أخاه فوق 3، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وإنما قلنا ذلك لأن العاصي أخ لأخيه المستقيم. دليل ذلك قوله تبارك وتعالى في آية القصاص: فمن عفي له من أخيه شيء، فجعل الله تعالى القاتل أخا للمقتول. وقوله تعالى في آية القتال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. فسمى الله تعالى الطائفة مصلحة
إخوة للطائفتين المقتتلتين، مع أن اقتتال المؤمنين بعضهم بعضا من كبائر الذنوب، من أعظم الكبائر، حتى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سماه كفرا، فقال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وخلاصة الكلام أن هجر أهل المعاصي إن كان فيه مصلحة وفائدة فهو مشروع، وإلا فليس بمشروع. يقول في سؤاله الأول: لقد أمرنا الله سبحانه وتعالى بصلة الرحم في مواضع كثيرة من القرآن الكريم، ولكن كيف تتفق هذه الآيات مع قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم الآية؟ وبما أن الكفر والشرك محادة لله ورسوله، فكذلك قاطع الصلاة مثلا، أو الذين لهم اعتقادات فاسدة كالتوسل بالأولياء وغير ذلك، وكممارستهم للباطل في أفراحهم ومآتنهم، فكيف نعاملهم؟ أفيدونا جزاكم الله خير. لا معارضة بين أمر الله تعالى بصلة الرحم وبين قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، وذلك لأن الصلة لا يلزم منها المودة، فالمودة معناها تبادل المودة، والمودة هي أعلى أو هي خالص المحبة. وعلى هذا فإنه من الممكن أن تصل هؤلاء إلى قارب وأنت لا تحبهم بل تكرههم على ما هم عليه من الباطل من الشرك فما دونه. ولهذا قال الله عز وجل في الوالدين: ووصينا الإنسان بولديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي مصير، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه. فأمر الله سبحانه وتعالى أن نصاحب الوالدين في الدنيا معروفا، وإن كانا كافرين مشركين، بل وإن كانا قد بذل جهدهما في أن يكون ابنهما مشركا بالله عز وجل، أو في أن يكون ولدهما من ذكر أو أنثى مشركا بالله عز وجل. ومن الممكن عقلا وشرعا أن تصل شخصا وقلبك يكرهه، تصله بما بينك وبينه من القرابة أو من الجوار إذا كان جارا لك، ولكنك تكرهه بقلبك على ما عنده من محادة الله ورسوله. نعم. تقول السائلة: لي أخت أكبر مني ولها أخ من الرضاعة ولم تراه منذ أكثر من 20 سنة، وهي الآن متزوجة، هل يجب على زوجها أن يذهب بها إليه لتصله وتصل عن أحواله، وهو يعيش في مدينة أخرى غير المدينة التي نعيش بها، وهل يجب على أبي أن يفعل شيئا إذا رفض الزوج أن تذهب إليه؟ أبدا لا يجب على الزوج أن يذهب بها إلى أخيها من الرضاعة، ولا يجب عليها هي أيضا أن تذهب. طيب. ولا يجوز لأبيها أن يحرك ساكنا بينها وبين زوجها من أجل هذا الأخ من الرضاعة. طيب. بارك الله فيكم. تقول: أرجو من فضيلة الشيخ أن يوضح للناس حقوق الأقارب من الرضاعة، وهل لهم نفس حقوق الأقارب من النسب؟ تعبير هذه السائلة بقولها الأقارب من الرضاعة خطأ، لأن الرضاعة ليست قرابة. الرضاعة ليست قرابة. نعم. القرابة إنما هي في النسب، أي ما كان سببه الاتصال بين إنسانين، أي ما كان سبب الاتصال بين إنسانين فيه هو الولادة. نعم. فالقرابة هي ما كان سبب الاتصال فيه الولادة، كالآباء والأمهات والأبناء والبنات والأخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات. وأما الرضاع فهو نوع صلة لا شك، لكنه لا يعد قرابة، وليس فيه من الحقوق ما في القرابات، ولهذا لا تجب فيه النفقة ولا تحمل الدية ولا الصلة ولا غير ذلك، لكن فيه تحريم النكاح فقط، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، أو قال: الرضاعة تحرم ما تحرمه الولادة. لكن ينبغي للإنسان أن يصل الأم التي أرضعت وخالته من الرضاعة وابن أخته وبنت أخته وابن أخته من الرضاعة وما أشبه ذلك، لأن لهم شيئا من الحق، لكنه ليس حق النسب. هل تعتبر زوجة خالي من المحارم أم من الأجانب؟ وهل يجوز لي أن أسافر معها؟ زوجة خالك ليست من المحارم، بل هي من الأجانب، وأنا أعطي هنا قاعدة وهي أن زوجة القريب ليست المحرم، كل قريب فزوجته ليست المحرم إلا الأب وإن على والابن وإن نزل، فإن زوجة الأب وإن على محرم لك لقوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، وزوجة ابنك وإن نزل محرم لك أيضا لقوله تعالى في جملة المحرمات: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. وما عدا الأصول والفروع من الأقارب فإن زوجاتهم لسن محارم لأقاربهم،
اللهم إلا أن يكون هناك سبب آخر كرضاع، وهذا شيء لا يتعلق بالمصاهرة. نعم. سأل عن قوله تعالى في كتابه العزيز: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. ما هي الأمور الواجبة اتخاذها في العدل بين الزوجات؟ وهل هناك أمور يجوز فيها تجاوز العدل بينهن برضاهن؟ الواجب على الزوج إذا كان له زوجات متعددات أن يقسم بينهن بالسوي، فلا يفضل صغيرة على كبيرة ولا جميلة على غير جميلة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه من كان له امرأتان فمال إلى أحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. والعدل واجب في كل ما يستطيع، لكن هناك أشياء لا يستطيع، وهي مسألة المودة. فإن المودة لا يستطيع الإنسان، بل هي في القلب. إنما يستطيع الإنسان أن يقسم بين الزوجات ويعدل في الأمر الظاهر كالنبي والنفقة وما شاء. قل: مات رجل وله أولاد وبنات وترك أرض، وعندما قسموا الأرض سمح البنات أو سمحنا البنات إلى لأخيهن الأكبر واليهن، ولهن أخوان غيره، فما الحكم في هذا؟ وشكرا لكم. الحكم في هذا أنه لا بأس، لأنه لا يجب على الأخ أن يعدل في العطية بين إخوته، وإنما الواجب العدل في العطية إذا كانت من الوالد لولده، وأما من الأخ لأخيه فلا حرج. يجوز أن تعطي أحد إخوانها وتحرم الآخر، وأن تعطي أحدهم أكثر من الآخر لعدم وجوب المساواة. لا. تقول لي: أرحام أصلهم ويقطعونني، وبعد ذلك انقطعت عن مواصلتهم إلا عن طريق الهاتف فقط، وبالنسبة بيني وبين نفسي هل علي ذنب إذا وصلت المقاطعة؟ نعم، عليها ذنب. الواجب صلة الرحم سواء وصلوا أم لم يصلوا، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، وهو الذي لا يصل رحمه إلا إذا وصل. قال عليه الصلاة والسلام: إنما الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. فالواجب صلة الرحم سواء وصلوا أم لم يصل. نعم. أيضا يقول: الأخوات من الرضاعة هل هي تمثل أو مثل تمثل كل أبناء الأم المرضعة قبل وبعد الرضاعة، أم هي مقتصرة على الذي بعد الرضاعة فقط؟ إذا ارتضع الطفل من امرأة 5 رضعات فأكثر قبل الفطام صار ولدا لها وولدا لزوجها الذي منه هذا اللبن. لا. فإذا كان كذلك فإن جميع أولاد هذه المرأة التي أرضعت إخوة له، الذين قبل والذين بعد، حتى والذين من زوج آخر لو مات زوجها ثم تزوجت بعده فإنهم يكونون إخوة له. لا. كذلك أيضا هذا المرتبع يكون أخا لأولاد زوج المرضعة ولو كانوا من غيرها، لأولاد زوج المرضعة ولو كانوا من غيرها، لأنه صار ابنا للمرضعة وابنا لصاحب اللبن، فجميع أولاد المرضعة إخوة له وجميع أولاد صاحب اللبن إخوة له أيضا. من هم المحارم وغير المحارم؟ المحارم من الرجال كل من لا يحل الزواج به على وجه مؤبد، والذين لا يحل الزواج بهم على وجه مؤبد مذكورون في قوله تعالى: حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت، فهؤلاء لا يحل التزوج بهن. وكذلك نظيرهن من الرضاع لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: يحرم من الرضاع ما يحل الشد. فالاب من الرضاع محرم لبنته من الرضاع، وهكذا يقال فيما بقي من السبع في النسب. وكذلك من المحرمات على الأبد ما ذكره الله تعالى في قوله: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم نساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. فابن الزوج محرم لزوجة أبيه وإن علا. وكذلك أيضا قال: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابه. فأبو الزوج محرم لزوجة به وإن نزل. وقال تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. فزوج الأم محرم لبناتها من غيره بشرط أن يكون قد دخل بها، أي قد جمع. وقال الله تبارك وتعالى: وأمهات نسائكم. فزوج البنت محرم لأمهاتها وجداتها وأن علونا. فهؤلاء 7 في النسب و7 في الرضاع و4 في السحر، فهن 18 امرأة. وأما ما يحل التزوج بها فإنها ليست بمحرم. بارك الله فيكم. أعمامي يؤذونني بالكلام عند الناس، ماذا أفعل معهم؟ هل أقطع صلتهم؟ لا تقطع صلة، بل صلهم. وكلما كانت الصلة مع قطيعة الجانب الآخر فإنها أفضل. فقم بالواجب من صلتهم وكل أمر قطيعتهم إلى الله عز وجل. وأنت مأجور إذا آذوك وتكلموا بك عند الناس، لا تزداد بهذا إلا أجرا وثوابا، وسوف تأخذ يوم القيامة من حسناتك إذا لم تحللهم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل ذات يوم أصحابه:
قال ما تعدون المفلس فيكم؟ قالوا من ليس عنده درهم ولا دينار. قال المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال فيأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته فإن بقي من حسناته شيء وإلا أخذ من سيئاته فطرح عليه ثم طرحت النار. فليحذر المؤمن من ظلم إخوانه لا بالقول ولا بالفعل فإنه سوف ينتصر لهم إما في الدنيا وإما في الآخرة. نعم. زوجة تحلف أيمانا كاذبة وتسب أم الزوج وإخوانه، ما نصيحتكم لهذه الزوجة؟ نصيحتي لهذه الزوجة أن تكون حسنة الآداب مع أم زوجها، لأن ذلك مما يزيد زوجها رضا عنها ومما يزيد الزوج إحسانا في عشرته، وهي مأجورة على ذلك. وإذا ساءت العشرة بين الزوجة وأم الزوج أو أبي الزوج أو أقارب الزوج فالغالب أنها تسوء العشرة بين المرأة وزوجها أيضا، فتكون حياتهما نكدا، وربما يحدث بين الزوجين أولاد فيسوءهم أن يروا أمهم وأباهم على هذا الحال. فنصيحتي للزوجة أن تصبر وتحتسب وتحسن إلى أم زوجها وأبيه ومن يعز عليه من الأقارب، كما أني أنصح أيضا بعض الأزواج الذين يريدون من زوجاتهم أن يكون خدما لأمهاته، وهذا غلط محض. الزوجة ليست خادمة لأم الزوج ولا لأبي الزوج، وخدمتها لأم الزوج وأبي الزوج معروف منها وإحسان، ليس مفروضا عليها. أما خدمتها لزوجها فهذا يرجع إلى العرف، فما جرى العرف لأنها تخدم زوجها فيه وجب عليها خدمته فيه، وما لم يجد به العرف لم يجب عليها. ولا يجوز للزوج أن يلزم زوجته بخدمة أمها وأبيه أو أن يغضب عليها إذا لم تقم بذلك، وعليها أن يتقي الله ولا يستعمل قوته ضد ضعفه، فإن الله تعالى فوقه وهو العلي الكبير عز وجل. قال الله تعالى فإن أطعنكم فلا تبغوا علينا سبيلا إن الله كان عليا. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخ. يقول حصل خلاف بيني وبين أقرباء لي وكنت أنا المخطئ، فقاطعوني لمدة سنتين وبعدها حصلت مسامحة، إلا أنني لاحظت بأنهم لا يقومون بزيارتي في بيتي ولا زال في نفوسهم بعض الشيء، فبماذا تنصحونني علما بأنني نادم على ما حصل مني؟ وجهوني فضيلتك. الذي ننصحك أن تحاول إزالة ما في قلوبهم من الشره عليك، وذلك بكثرة زياراتهم أو دعواتهم إلى البيت وإكرامهم في البيت أو الهدايا التي تذهب بها السخيمة أو غير ذلك من أسباب المودة وإزالة، وهذا أمر يسير على من يسره الله عليه، ولكن لا تنبش ما مضى. نعم. ولا تبحث فيه، واجعل نفسك من أبناء اليوم، لأن البحث فيما مضى يؤدي إلى النزاع وإعادة التشويش كما هو مجرب مشاهد. لكن إذا تنسى ما مضى وابتدأ الإنسان حياته من جديد بالنسبة لمعاملة هؤلاء فإنه يزول بالكلية إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم. هل صلة الرحم تشمل أبناء الخالات الرجال أم النساء فقط؟ لأنني منقبة لا أجالس الرجال إلا محارمي، ماذا أفعل تجاه من مات وكنت لا أصله؟ هل تكفي التوبة والاستغفار والتصدق عنه وأداء العمرة له؟ وجزاكم الله خيرا. الرحم التي تجب صلتها هي القرابة من قبل الأم أو من قبل الأب، فالأعمام والأخوال كلهم يجب على الإنسان أن يصلهم، ولكن إذا كانت الأنثى ليست محرما لهم فلا يحل لها أن تذهب تسلم عليهم من مصافحة وكشف الوجه، لأن ذلك حرام عليها مع غير محارمها، لكن تسأل أهل البيت من النساء كيف أنتم، كيف الرجال، كيف النساء، كيف الأولاد وما أشبه. وأما من مات وهي لم تصلهم فإنها تتوب إلى الله عز وجل من القطيعة التي حصلت منها وتستغفر لهؤلاء الذين ماتوا، فإن هذا من صلتهم بلا شك. نعم.